في أسواق المعادن النفيسة اتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة خلال 4 أسابيع ليستقر عند 1958 دولارا للأوقية. أما على الصعيد المحلي فقد وصل عيار 18 إلى 844 جنيها للجرام، أما عيار 21 فقد وصل إلى 985 جنيها للجرام، عيار 24 1126 جنيها للجرام، أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 7880 جنيها.